نبحث عن معلومة طبية متجددة، نلتقي بالأطباء الاستشاريين والمختصين، نحاورهم ونجيب عن أبرز تساؤلاتكم. 10% من أسباب الفشل الكلوي بشتى أسبابها مربوطة بالانسداد الخليوي. دهون الكبد يعني بحد ذاته في حال إذا تم متابعته من البداية لا يوجد منه أي قلق. طبيبك بين يديك، البرنامج الطبي المتميز الذي يقدم لكم كل ما يفيد صحتكم. الانسداد الرئوي نوعين، التهاب الشعيبة الهوائية المزمن والانتفاخ الرئوي. 90% من أسبابه هو التدخين. الرحم ممكن إذا في وجود أورام ليفية تتعارض مع انغراس الجنين، أي في الطبقة الداخلية للرحم، هذا قد يعمل لنا برضو تأخر في الإنجاب. العقل السليم في الجسم السليم، يجب اتباع الوقاية المنزلية من البداية. يجب علينا أن نعتني بهذا الجسم بشكل دائم ومتواصل. بنتكلم بطريقة مبسطة ممكن أي شخص يفهمها، يقدم الإسعاف الأول للمريض، سواء أشكال مستواه العلمي ولا الثقافي. برنامج طبيبك بين يديك يوجهك نحو أقرب الطرق إلى الاعتناء بصحتك. انتظرنا في رمضان على قناة السعيدة.